نلاحظ أن يعني ربنا سبحانه وتعالى عظم هذه الليلة تعظيم كبير حقيقة. نعم. يعني في غاية حشد التعظيم لهذه الليلة. هو قال إنا هكذا بضمير التعظيم المؤكد إنا أنزلنا معظم أيضا وذكر الهاء، لم يذكر لا المعظم لم يذكره صراحة ولم يصرح بالهاء، لم يقول القرآن، وذلك لنباهته وأنه معلوم معروف ولعلو شأنه، يعني لا يحتاج. إن أنزلنا هو معلوما المنزل، ماذا أنزل ربنا؟ القرآن، خلاص إذن هو معلوم. يعني أحيانا الأمر لما يكون من الظهور بمكان لا يحتاج إلى أن يذكر، هذا يدل على وضوحه وظهوره. عندما تذكر أمر ولم تذكره هو، لكن تتكلم عليه ولم تذكره وهو معلوم لدى المخاطب لدى السامعين، معناه أنه من الظهور بمكان لا يحتاج السؤال عنه، ولا لا؟ صحيح. إذا هكذا تتكلم يعني عنه وهو معلوم، مثل صحيح. ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر على ظهرها الأرض، هو ذكر الأرض؟ لا، لوضوحه. ما ترك عليها من دابة، هذا له أثر بلاغي معين. نعم. هذا في يعني لشدة الظهور والوضوح وأنه عظيم بين، لا يحتاج إلى ذكر، فهذا دلالة على عظمته ظهوره ووضوحه. نعم. فقال إنا أنزلنا هكذا. ومن عادات القرآن إذا ذكر ضمير التعظيم، يمكن كمرة كررنا، إذا ذكر ضمير التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على أنه واحد، لا بد. طيب أين الواحد هنا؟ بإذن ربهم. الله، صحيح. حتى لا يكون في النفس شائبة شرك. لا تجد في القرآن مطلقا ضمير تعظيم إلا إذا كان قبله أو بعده ما يدل على أنه واحد. لاحظ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما المقصود؟ القدر، القدر، ليلة القدر. القدر قد تكون يعني من أشهر معانيها الشرف والمكانة. الشرف والمكانة. نعم. هذا قدره عندنا كبير. نعم. ومكانته مثلا كبير، القدر والمكانة والمنزلة. لم يقل هو جليل القدر أو ليلة جليل، هي ليلة القدر كلها، كلها ليلة القدر، ليلة الشرف. يعني فرق لما تكون هي جليلة تقول أو هي شريفة أو هي ذات مكانة، أو هي القدر بنفسه، هي الشرف نفسه. نعم. إذن هي ليلة القدر. الأمر الآخر حقيقة، القدر أيضا هناك له دلالة أخرى. يعني هو فيها دلالتين كلمة القدر. ليلة القدر هي ليلة الشرف والمكانة. نعم. والقدر هي تقديرات، تقديرات الأمور أيضا تأتي، يعني التقديرات التي يقدرها ربنا في هذه الليلة. قال ربنا قال فيها يفرق كل أمر حكيم، وهكذا. نعم. قال فيها. نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صحيح. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا كلها، وهذه يعني تقدر فيها كل التقديرات للسنة. الله أكبر. نعم. في هذه الليلة فيها ربنا يقدر فيها كل التقديرات للعام، كل التقديرات. إذن هي ليلة الشرف والمكانة، وليلة تقديرات ما يحصل في العام كله.
هذه الليلة عظيمة. صحيح. فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر حكيم يفرق. نعم. إذن هي ليلة الشرف والمكانة، وهي ليلة التقديرات التي يقدر فيها ربنا كل شيء فيه فيما يحصل في هذه الدنيا. نعم. سبحان الله. إذن هو يعني إذن لو قال ليلة الشرف والمكانة راح تكون لها معنى واحد. ما راح يكون فيها ليلة التقديرات. صحيح. وهي تجمع الأمرين. هي لما قال هي خير من ألف شهر، معناه هي ليلة الشرف والمكانة والمنزلة، هاي عظم المنزلة. خير من ألف شهر، كيف يكون عظمتها؟ صحيح. لما قال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها تقديرات الأمور. إذن هي جاء بكلمة تدل على المعنيين وهما مرادان. هي ليلة الشرف، ومن شرفها وعظمها أنه يقدر فيها كل أمر حكيم. سبحان الله. ومن عظمتها ومن قدرها ومن جليل قدرها أنها يفرق فيها كل أمر حكيم. إذن هي لو قال ليلة الشرف ما تدل على هذا المعنى. أو ليلة المكانة أو ليلة المنزلة، فجاء بكلمة القدر ليجمع هذين المعنيين الشريفين العظيمين. سبحان الله. طيب، وما أدراك ما ليلة القدر؟ بداية ما معنى ما أدراك، ولما كرر ليلة القدر؟ ما أدراك يعني ما أعلمك، هذه تقال في الأمور العظيمة، في الأمر الذي يراد به التفخيم والتعظيم تحديدا. نعم، يقال ما أدراك، يعني ليس على أمر سهل هي. لا، يعني لم تبلغ دراية علمك بهذا الأمر، لم تعلم علو قدرها، لم تعلم علو مكانتها، أن العلم بها خارج عن علوم الناس، عن دائرة معارف الناس. ما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا تقول ما أدراك تريد أن تفخم أمرا، أي أمر، وتعظمه سواء في العقاب أو العذاب أو كذا يوم القيامة. وما أدراك ما القارعة؟ في النار. وما أدراك ما الحطمة؟ أي شيء تريد أن تبين. أطفاء أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ ما أدراك طبعا. تبقى القرآن يستخدم المضارع، يعني يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعله يزكى. كل ما أدراك يجيب عنه، كل ما يدريك لا يجيب عنه. سبحان الله. قاعدة. الله أكبر. القرآن كله. اللي ذكرها القدامى القاعدة. كل ما أدراك أجاب عنه. وكل ما يدريك لم يجب عنه. طب نود أمثلة مثلا. إذا هنا وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أجاب. أجاب. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. صحيح. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما يدريك لعله يزكى. لا، لم يجبه. صحيح. أو يتذكره فتنفعه. لم يجب. ما أجاب. صحيح. لم يجب. وما يدريك لعل الساعة. لم يجب. صح. كل ما يدريك لم يجب. كل ما أدراك أجاب. هل في هذا دلالة بلاغية معينة؟ الحكمة مثلا؟ دلالة على أنه هذا مقصود. التعبير ربنا مقصود. المضارع يكون أحيانا المستقبل ويمتد، فبيجيب. أدراك ماضي ينقطع، يجيب عنه. صح. نعم. يبقى إذن المضارع الذي فيه استقبال وامتداد صمت عن الكلام فيه. طب هنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، معناها كررت قبلها إن أنزلناه في ليلة القدر، لما كرر ليلة القدر؟ هذا اللي إحنا عندنا قاعدة، الظاهر آكد وأقوى من الضمير. جيد. الظاهر هو الاسم الظاهر. اسم الظاهر أقوى وآكد من الضمير. نعم. فلاحظ تكرارها يفيد توكيدها وتعظيمها، يعني فيما يظهر يكون آكد وأقوى. أعطيك مثل يعني. تفضل. أنت الآن ذكرت لي القارعة، قال وما أدراك ما هي؟ فأمه هاوية، وهكذا. نعم. وما من خفت موازينه
فأمه هاوية. وما قال وما أدراك ما الهاوية، لم يكرر. نعم. وإنما قال وما أدراك ما هي، وهكذا صحيح ذكر الضمير. صح. ماذا أجاب؟ قال نار حامية. الآن في سورة الهمزة لما ذكر الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على نار الله. أضاف إليه سبحان. والموقدة والتي تطلع على فدة، وإنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أي الأعظم وأفخم؟ نار حامية والتي ولا هذه نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفدة، هذه أفخم وأعلى. كررها قال وما أدراك ما الحطمة، لم يقل وما أدراك ما هي. الله جيد. ذيك وما أدراك ما هي. فلما جاء بالضمير اختزل في الكلام، يعني اختزل في الكلام، ولما صرح بالاسم الظاهر فخم وعظم وجاء بما هو أطول. سبحان الله. طبعا هذه مناسبة عجيبة. طبعاً. سبحان طبعاً. الله لفتة طيبة. وبعد ذلك ماذا قال؟ ليلة ما اكتفى، كرر مرة أخرى. قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر فضلها. لاحظ هذا تكرير آخر. صحيح، واضح أن التكرار سمة عامة في السورة، لثلاث مرات تقريبا تكررت ليلة القدر. طبعا هذا التعبير لم يرد في القرآن نظيره أبدا مطلقا. هذا يعني يكرر مرتين لكن ما يكرر ثلاث مرات. أعطيك مثل. تفضل. خذ. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ما قال الطارق النجم الثاقب. صح. قال النجم الثاقب. رأسا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. لم يقل الحطمة نار الله الموقدة. صح. لم يقل في جميع القرآن. إلا في هذه الليلة العظيمة. في الحطمة كرر مرتين، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ما قال الحطمة نار الله الموقدة. صحيح. هنا الآن قال ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني إذا كان يجري على سياق عام في القرآن يقول هي من خير من ألف شهر. صحيح. أبدا. الآن لم يا دكتور فاضل؟ لا، هذا زيادة في تفخيمها وتعظيمها. الله أكبر. سبحان الله. أي طبعا. لأن الذي أنزل فيها كلامه وهو أعلى من كل شيء، أعلى من الحطمة وأعلى من القرآن، كلامه سبحانه. صحيح. أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. أعلى من الطارق وما أدراك ما الطارق، نجم الثاقب. لا يقاس بهذا المنزل وهذه الليلة التي أنزل فيها كلامه سبحانه. صح. فهذه يعني إشارة إلى عظمها وعلو مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ألف شهر يعني أكثر من 83 عام. هو ألف مراد على الحقيقة والتعيين أم خلاص هو على التكليف؟ لا 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 على الحقيقة. ألف. نعم. ألف يعني ألف. خير من ألف شهر يعني أكثر من 83 عاما. ليلة. ليلة واحدة الطاعة فيها خير من 83 عاما ليس فيها ليلة القدر. سبحان الله. ليس فيها ليلة القدر. نعم. أيضا هذا دل على تعظيمها. لأن فأنا أقصد ألف شهر من الدنيا من هنا. طبعا. سبحان الله. ليلة واحدة. ليلة واحدة الطاعة فيها خير من ألف شهر، خير من أكثر من 83 عاما. ده خير من خير من مو مثلها. جيد بارك الله فيك. فيها تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل وليس تتنزل. إذا كان الحدث أقل يقتطع من الفعل، إذا كان الحدث أطول يعطي الفعل درجة كاملة. يعني هنا الملائكة لا تتنزل. لا، ليلة واحدة. بينما أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل في كل لحظة عند الموت هذا.
عند الاحتضار كل لحظة تتنزل الملائكة كل لحظة على مدار السنة. هاي ليلة واحدة صحيح. أي تنزلين أكثر؟ تتنزل خلاص. هو من بركتها أنها تتنزل الملائكة والروح فيها. تنزل مرة واحدة في هذه الليلة فقط يعني. يعني تنزل لكن في الليلة ما ليس في الليالي الأخرى. في ليلة واحدة. نعم. هنا تنزل الملائكة والروح. الروح اللي هو سيدنا جبريل. جبريل قال. قال فيها آراء. أي نعم فيها. على الأرجح سيدنا جبريل يعني. على الأكثر. والروح فيها أي في ليلة القدر أيضا. نعم. نعم. المقصود بالسلام هنا ماذا؟ السلام فيها رأيين حقيقة. التحية. الأمان. السلامة. الأمان. سلامة. يعني سلام تتعلق بالأمر أو تتعلق بالليلة لغويا يعني. لا مو هي تحتمل ولذلك وضعت هنا قدم السلام. لو قال هي سلام راح يكون شيء واحد. هل هي سلام من كل أمر؟ من كل أمر سلام. يعني سلام من كل أمر. صحيح. هل هي سلام من كل أمر؟ قالوا نعم. لأن الله لا يقدر في هذه الليلة إلا الخير. في الليالي الأخرى يقدر الشر وما إلى ذلك ما يصيب الإنسان. وغير ذلك نعم. لا يقدر في هذه الليلة إلا الخير. فإذا لا يقدر إلا ما فيها السلامة في هذه الليلة. في غيرها يقدر ما شاء. إذا أصبحت سلام من كل أمر. سلام صحيح. من كل أمر. صحيح. وبعدين هل هي سلام هي حتى مطلع الفجر أو هي حتى مطلع الفجر؟ هو يتسلم على من كل أمر. قالوا معناها من أجل كل أمر. من في التعليل أحيانا تفيد تعليل. التعليل عاقبته من سوء أدبه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخل منها. الله صحيح. طبعا تعليل تفيد. يا لا تقتصر على كونها حرف جر فقط. لا مو هي حرف جر لكن لها معاني. معاني الدلالية البلاغية الأخرى. سلام من كل أمر. طيب. يعني الآن جار ومجرور من كل أمر متعلق بسلام. صحيح. سلام من كل أمر. سليم. هذا متعلق به هو عامل فيه. صح. زين. صح. لما تقول سلام هي مبتدأ. صحيح. سلام خبر متقدم. صح. من كل أمر معمول المتقدم فاصل بينهما بأجنبي. هذا تعبير ضعيف. هذا في اللغة ضعيف. طبعا في اللغة تعبير ضعيف هذا قسم أصل لا يجيزه. الله أكبر. فلما قدمها كل الأشياء انتفى كلها. كلها انتفى وكلها جمعها وكلها مطلوبة وكلها مرادة وكلها صحيحة. هي حتى مطلع الفجر وهي سلام من كل أمر وسلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله. هي سلام من كل أمر. طيب زين. نعم. وسلام هي حتى مطلع الفجر. طيب. وهي حتى مطلع الفجر. جيد. سبحان الله. يعني في جملة واحدة هنالك طبعا ثلاث يعني ثلاث أشياء هي كلها صحيحة مطلوبة. لو قدم فقط لو قدم وأخر تنتفي صير معنى واحد. قال هي سلام فقط. ما فيها من القصر والاهتمام لما قدم السلام وأهمية السلام وما إلى ذلك إضافة إلى المعاني الأخرى. وهذا حتى آخرها المطلع الفجر حتى ما قال آخر الليلة مثلا. ما قال هو الليلة حتى لا مطلع الفجر. لا مطلع الفجر الفجر ليس من الليل. الفجر بداية الصبح هي لم يبقى شيء من الليل. الله لأن مطلع الفجر ليس من الليل. هذا متصل بالليل. صحيح. متصل به. لكن ليس من. هو من الصبح. من الصبح هو. إذا مدى صارت الصبح الآن. فقال حتى مطلع الفجر. فعندك استغرق الليل كله. لم يبق فيه لحظة واحدة. وبعدين لاحظ حتى سلام هي. هذا التعبير أصلا مجازي. لما؟ هي الزمن. الليلة. صحيح. والسلام حدث. كيف خبر عنه؟ في يوم خبر بالزمان عن حدث يوم يصير. كل مبتدأ والخبر من جنس واحد. مبالغة يعني هذه الليلة
كلها تحولت إلى سلام. تحولت إلى سلام. الله، اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين. لا لا لاحظ، مو سلام فيها، هي صح، مش سلام فيها، لا ولا فيها سلام، لا 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 لا، لا. سبحان الله. هذا اخبار بالحدث عن الزمن، اخبار بالحدث عن الزمن، هو اللي هو سلام عن الزمن، وهي ليلة. لا اله الا الله، هي حتى مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر. يعني احنا يمكن نلاحظ في هذه السورة يمكن جمع تعظيمات، يمكن اكثر من 12 13 تعظيم 14 تعظيم في السورة، في هذه السورة على قصرها. على قصرها ما هي؟ اولا ضمير العظمة في إنا، نعم، المؤكد بإنا، نعم، وأنزلنا، صحيح، واحد ذكر الضمير في أنزلناه لم يذكر الظهر لنباهته، صحيح، زين. بعدين تعظيم الليلة التي أنزل فيها التي هي خير من ألف شهر، نعم، سماها ليلة القدر، ما قال ليلة شريفة، فجمع بها القدر، ليلة الشرف كلها هي، وليلة جمع فيها يعني ما يقدر فيها من الأمور. قال ما أدراك، ما قال ما هي، قال ما ليلة القدر، ثم كرر ليلة القدر، ما قال هي خير من ألف شهر، بعدين قال هي، قال خير من ألف شهر، وذكر تنزل الملائكة، وليس الملائكة فقط، والروح، وذلك أيضا بإذن ربهم، يعني استأذنوا ربهم، نعم، ومن كل أمر، ليس بأمر واحد، عموم الأمور، وسلام، وسلام هي، فجعلها كلها سلام، وتقدير السلام تقديمه، نعم، وحتى مطلع الفجر. يعني ما أدري كلها، يعني ممكن أكثر من 14 مكان للتعظيم فيها، وهي تستحق، طبعا تستحق. اللهم اجعلنا ممن يقوموا إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، ولتكتب لنا ولكل مشاهدينا ومستمعينا الكرام سيدي الدكتور فاضل.